مشاهدينا الكرام، تتواصل تغطيتنا الحية والمتواصلة والمستمرة على شاشة التلفزيون المصري، وذلك على مدار الساعة للحدث الأبرز الذي تستضيفه أرض الكنانة، حيث تتواصل فعاليات قمة المناخ العالمية COP27 بمدينة السلام، المدينة الخضراء، مدينة شرم الشيخ، بمشاركة دولية واسعة. فقد انطلق العد التنازلي لانتهاء جلسات هذا المؤتمر، تتعلق أنظار العالم بأسره بما سيخرج عنه من توصيات وخطوات خاصة فيما يتعلق بالدول الفقيرة والنامية والتي تعد الأكثر تأثرا بتداعيات التغيرات المناخية رغم أنها الأقل تسببا فيه. أقوم بتوفير الفرصة لهم للقيام بذلك the responsibility ولتحمل formulating المسؤولية what I believe are balanced and من أجل التواصل إلى صيغة وسطية تصل بنا إلى الإجماع بناء على رغبة الأطراف rise to the occasion and take upon themselves the responsibility وتقع الآن المسؤولية عليهم للمضي قدما، وسأقوم في القريب بتقديم هذه المعلومات للسكرتير العام. والعالم الآن يراقبنا والوقت ليس في صالحنا، وعلينا إبداء المرونة اللازمة من أجل إرضاء كافة الأطراف ومعظم الأطراف والوصول إلى الأساس الذي يمكن البناء عليه للوصول إلى المواقف التي نرغب الوصول إليها. الآن مرة أخرى تعود المسألة الآن إلى مختلف الأطراف للوصول إلى إجماع وإظهار المرونة اللازمة لمعالجة ومخاطبة التحديات التي الخاصة بتغير المناخ الذي يؤثر على الملايين الذين يعانون كما رأينا من دمار، من فيضانات وحرائق وفقدان الحياة والحيوانات. أيضا هناك حلول كثيرة، ولكن علينا أن نقدم الأسس التي يمكن البناء عليها، وأتمنى أن نصل إلى هذا.